السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان أخوات متتبعي متجر أردوينو ماروك. بالنسبة لهذا الحصة هذا الفيديو هذا عبارة عن تلخيص لما جاء في الحصة الثانية من الدورة التدريبية حول الأرض أساسيات الأردوينو. دوك كتلخيص المحاور التي تم معالجتها أمور اللي كنا شفنا. دوك المحور الأول شفنا الفرق بين النسخة الأصلية والتقليدية لبطاقة الأردوينو، وهذا السؤال كيطرح بزاف، غادي نشوفوا الفرق بيناتهم. الحالة الثانية هي كيفية تنزيل وتشغيل بطاقة الأردوينو مع الحاسوب، هنا غادي نشوفوا كيفاش ندير الانستالاسيون ديال اللوجيسيال وبعض المشاكل اللي قدروا يطرحوا ملي كتبغي تخدم بأردوينو يا إما أصلية أو لا تقليدية. شنو هي الليد؟ ما غاديش نهضروا تكنيكمون، يعني الليد كيفاش كوتي الكتروني كيفاش كتخدم، ولكن غادي نفهموا كيفاش نتعاملوا معه، يعني كيفاش لا بين ديال البرانشمون برينسيپ كيفاش ندير البرانشمون غادي نفهموا ان شاء الله. غنشوفوا المقاومه كيفيه حسابها. المقاومه راه تسمع بزاف ريزيستانس، كنعتمدوا عليها خاصه في الامور الصغيره، باش غادي نشوفوا شنو هي المقاومه وكيفاش نحسبوا القيمه ديالها. طبيعه الحال كيفاش نتعامل مع البريد بورد ولا بلاك دي سي باش ندير البرانشمون ديالي ديال هاد لي كومبوزون مع بطاقة الأردوينو. دونك أول حاجة نطرقوا للنسخة، ما الفرق بين النسخة الأصلية والتقليدية بطاقة الأردوينو. هنا هذا السؤال هذا هو أغلبية كياخذوا بأن التقليدية هي واحد النسخة اللي ضعيفة أو لما خداماش مزيان أو فيها المشاكل. الجواب هاد القضية نصها صحيح نصها خطأ، اعتمادا على أش. أول حاجة أردوينو أصلية هي مفتوحة المصدر open source، دونك هنا أي واحد يمكن ليه يجي ويعدل هاد البطاقة كيف ما بغى، يعني ماشي بالضرورة غادي يعدلها، يعني التعديل كنسموه شي حاجة اللي يكون تحسين، ماشي غادي يعدل وغادي يردها عيانا، لا، يقدر شي واحد يردها لو ميم، ولكن هنا الكونديسيون خاصك هاد السمية ما ديرش نفس السمية ديال الشركة، يعني بحال أردوينو ما تجيش دير أردوينو، هنا لا، هنا كاينة حقوق الملكية ديال التسمية. دونك خاصك تسمي شي حاجه اخرى. هنا في كنلقاو سميات ديال الاردوينو، كتلقى فاندوينو لافرين، بزاف الشركات كيصاوبوا بحال هاد البطاقه تقليد لهاد البطاقه ولكن بدلي لها السميه. اوكي، باش كتعرف الفرق، الفرق هنا كتلقى الشركه اللي مصايبه الاصليه الفاكتوري ديالها المصنع ديالها كاين في ايطالي، عكس هنا في كتلقى ميد ان ايطالي، وهذا واحد ديفيرونس كبير اللي باش تعرف الفرق ما بيناتهم لانديكاسيون، يعني باش تبان لك. وبالنسبه للفيرسون الاخرى اللي هي مصنوعه في الصين تشاينا، كتكون ما كتكونش ميد ان تشاينا بطبيعه الحال، ولكن ما كتكونش في الانديكاسيون ديال ميد ان ايطالي، دونك ما كاينش ميد ان ايطالي، دونك سا سينيفي كو راه البطاقه راه مصنوعه في تشاينا. بالنسبه للتقليد والاصلي كيفاش نختار بيناتهم؟ الاصلي كيكون الثمن ديالها مرتفع، حاليا واصل 27 دولار 270 درهم 267 درهم بحال هكا. دونك كاين اللي ما عندوش امكانيه باش يشري باش يدير مشاريع مدرسيه ولا شي حاجه غير يبدا، دونك هنايا خاصو غادي يخدم التقليد. غير هو في التقليد كاين فيه جوج انواع، كاين هذاك اللي شركات اللي غير معروفه غير كتخرج، يعني ما كيكونش هذاك الشيء مقنن، كيكون لي كاب الكريستال والكاباسيتي وهذاك الريغيلاتور دو فولتا اللي كيكونوش مارك مزيانين، يعني ماشي داكشي اللي غادي يصبر ولا شي حاجه، خدام ماشي ما خدامش، غير هو ما تعوش عليه بانه غادي يدير لك يدوز معاك المود. اوكي، بارابور الاصلي او لا. وتقنا في التقليد فيه جوج الانواع، النوع الاول هو اللي هضرنا عليه فيه مشاكل من ناحيه لي كومبوزون الشركه معروفه. النوع الثاني هو الشركه كتكون معروفه بحال هذيك فاندوينو ولا فرين، هذا كيكونوا يعني كيخدموا يعني البطاقه بحال خداو هذيك استقلاليه اعتمادا على البطاقه من ولات هي اوبن سورس، وكيبداو يقادوا فيها، يعني بداو يخدموا داك الشيء ديالو واخا تقليد ولكن كيخدموش حاجه ديالو. هذه كتكون ماركه ديالها شويه مزيانه، والثمن ديالها كيكون ناقص، كتكون هذيك 100 من 100 درهم، يعني 10 دولار حتى 15 دولار 150 درهم على حسب على حساب النوع ديال البطاقه ولا مزيان. دونك هنا في لاكارت كتقدر تلقى هذا النوع هذا كيتسمى ديب، وكاين نوع الاخر اللي كيسمى اس ام دي، دونك هذاك اللي كيكون على شكل معين ولا مربع على حسب كيفاش كتشوف. اوكي، بالنسبه لهذا النوع ديب كيكون ساهل، هذا الميكرو كنترول كيمكن لك ساهل تحيدو من هنا. اوكي، كيبان لكم كيمكن لك ساهل تحيدو وتمودي وتخدمو فشي بي سي بي شي بروجي، بغيتي دير لي شي بروتوتيب على حسب المساحه، باغي دير شي حاجه بيرسوناليزي ديالك باش تشد هذيك لون بلاصه، دونك هنا كتخدمها بهذاك الميكرو كنترول
كترجع عمل بعد عادي. اما اس ام دي كتكون هذيك اللي مثلتها كتكون على شكل طون هضران في بلاصه الميكرو كونترول، حتى هي الميكرو كونترول كتلقى على شكل كاري ولا معين. هذيك لا ما يمكنش ليك تحيدها وتخدمها في شي كوم بروتوتيب ولا شي حاجه تصاوب بها شي بروجي سيباري على هذه البطاقه. اوكي دونك هذا الفرق اللي خاصكم تاخذوا. عندك فلوس، عندك 27 دولار شري اوريجين ديال طاليان، راه كان الموقع ديال اردوينو سي سي، شري من عندهم ديريكتوم ماشي من عند شي متجر. بغيتي شي حاجه اللي حتى هي مزيانه ولكن ناقصه في الثمن باش تصاوب المشاريع ديالك، حاول راه تلقى تقريبا من 10 دولار حتى 150 دولار. بغيتي شي حاجه اللي زعما تقدر تلقى فيها لي بوغ المشاكل هذا، راه توصل لك 8 دولار يعني 80 درهم 90 درهم وما قل. كيفيه تنزيل وتشغيل بطاقه الاردوينو مع الحاسوب. دوك هنا غادي نديرو واحد نديرو براتيك كيفاش انستالي. ندير اردوينو بوان سي سي سي. دوك غادي نمشيو حنا للسوفتوير نشوف داونلود تيليشارجمون. اوكي عندنا المتجر ديالنا حتى هو ميد ان ايطالي، مصايبه في الطاليان. ندير 100 درهم افيك كابل يو اس بي. دوك هنا ندوزو لانستالاسيون. في الانستالاسيون كنهبطو كتلقى فيرسيون ويندوز ماك ولينكس، دوك نتا اختيار ديالك. انا غادي نمشيو لهاد انستال فور ويندوز اكس بي والفوق اند اب، يعني لي فيرسيون تاع الفيرسيون ويندوز 10. من بعد ما غادي تكليك تخرج لك واحد النافذه في هاد الكود هنا على حساب المتصفح اللي خدام به. دوك هنا ملي تخرج لك هذاك لانستالاسيون صافي كتبع سويفون سويفون، غادي يعطيك غادي يبداو يدخلوا شي درايفرز، اعطي البيرميسيون دير لي اوكي ديال خلي بيرميسيون باش يتانستالا صافي. من بعد ما كتسالي هاد البروسيدور ها هو اخيرا خرجت من النافذه ديال اردوينو. دونك فوالا الانترفاس ديالو. بار ديفو كيطلونسا لك واحد هاد البروغرام هذا اللي هو فيرج خاوي، يعني ما كدير حتى حاجه، حتى حاجه ما خدامه فيه. حنا دابا من بعد ما دخلنا الاردوينو درنا برونشمون ديال البطاقه. بالنسبه للبرونشمون دونك فوالا بعد ما تم فتح النافذه ديال اردوينو مزيان. دابا من بعد ما تفتح هاد لوجيسيال ديال اردوينو دابا يمكن لينا نديرو موديفيكاسيون باش نخلو البطاقة الاردوينو تواصل مع لورديناتور ديالنا. دوك هنا اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نمشيو لهاد تولز اللي هي تلقى فرونسي على حساب تما اللغة دايره، ندير بلونجلي. دوك هنا تختار اوتي فرونسي، هات هو دا تلقى البورد النوع ديالها، واش اونو ميغا نانو ليوناردو ميني. دوك هنا كديفيني بحال لوكا ديالي، غنديرو مازال مثلا اونو. اوكي هنا كتشير بور اش من بور. هنا هاد لي طاب بريز امبورطون، مهمه بزاف. علاش؟ اغلبيه كيوقعوا لهم مشاكل غير فهاد البور هذا، ما كيعرفش البور كيكوشي اللي بغا وما عارفش. دونك هنا باش تاكد اش من بور غادي نمشيو البوز دو طراغاي. حنا ندخلو ليه دابا. اوكي كتكليكي بوطون دروا كتمشي لمانج اولا فرونسي جيستيون، من بعد كتخرج واحد النافذه لي جيستيون دورديناتور. حنا نشوفها دابا. اوكي نمشيو للديفايس مانجر او لا جيستيون دو بيريفيري، كنكليكي عليها بوطون غوش. هاد البارتي هادي اللي كتحدد لك هاد جيستيون دو بيريفيري ولا ديفايس مانجر، كتعطيك دوك لي كومبوزون كاملين اللي عندنا في الاورديناتور، كتعطيك الدرايفر ديالهم واش انستالي ما انستاليش، واش كاين شي مشكل. بحال دابا في الحاله ديالي كاين عندي بروبليم في الدرايفر ديال البلوتوث لا في الاوديو لا في هذا الكوم بور ديال. دونك هذا خاصني نعاود نشوف لي شي سوليسيون. اوكي من غير هذاك ديال البلوتوث كاين كوم ان بور كوم ان. انا باقي انا ما خدم لا اردوينو لا والو، حنا غادي نديرو التيست غير ما غاديش امبليمونتيو، غير غادي نهضروا على القضيه. دونك ملي غادي تبرونشي الاردوينو غادي يطلع لك البور ديالها، غيطلع هنا غيتزاد. اوكي دونك هذاك الكوم اللي غادي تزاد كوم 3 ولا 1 ولا 4 هذاك هو اللي تعتمد عليه باش ملي غادي تمشي للاي دي او، يعني هذا اللوجيسيال ديال الاردوينو، غتمشي لتوز هاد البور هنا فين غادي تكونفيرمي بحال لوكا ديال 4 ولا 1 ولا سموز. اوكي كتكليك عليه كتكونفيرم.
فديك الوقيته يمكن ليك تصيفط البروغرام ديالك، دير لي ابلود من البطاقه من لورديناتور البطاقه اعتمادا على داك كابل يو اس بي. الحاله الثانيه اللي تقدر توقع هو شنو، كتبرونشي الكارت ديالك. هذه الحاله اللي كتوقع لكم اغلبيه، كتوقع لهاد القضيه في الفيرسيون شينوا. دونك هنا شنو اش كيوقع ملي كتبرونشي لا كارت، كتجي تشوف البور ما كيطلعش ليك. دونك انا اش خاصك دير، الاي دي او يعني هاد لوجيسيال ما كيعرفش هذيك البطاقه. دونك اش خاصك دير، خاصك تدخل انت الدرايفر مانيوال، انت خاصك تدخل الدرايفر. دونك مانيوال مو خاصك تدخل. كيفاش غتمشي لهاد السيت؟ اول حاجه تكتب جوجل، غتكتب اردوينو، النوع ديال هذيك الميكرو كنترولر، الشكل ديالو كيتسمى اردوينو اونو سي اش 340، ودير درايفر بحال هكا تكتب. اول اللي غادي يخرج ليك اللي مصايب سباركس، هنا تلقى الدرايفر. من بعد ما تلقاه غتمشي تختار اش من اش من فيرسيون سيستم ديكسبلوطاسيون تخدم، اوبريتين سيستم تاع اللي خدام. بحال هكا ديالي انا خدام ويندوز، دوك غتخدم ويندوز. عندك ماكينتوش يعني ماك غتخدم ماك، عندك لينكس راه تخدم بلينكس. اوكي دونك الفيرسيون على حسب كل سيستم باش خدام نتايا. لوكا ديالي انا ويندوز، دونك غادي نمشي لويندوز ونكليكي على هذا. ملي كليك عليه غادي تطلع عليا التيليشارجمون، غادي نتبع سويفون سويفون، صافي غادي نسالي. من بعد ملي نسالي غنمشي لهاد الرشا، لهاد الجيستيون دي بيريفيري، كنلقى بانه زاد واحد البور اخر مكتوب عليه كوم شي فالور، ولكن قبل تلقى سي اش 340. هذاك البور هو اللي تجي هنا لهاد التوز، وتعاود هذيك لي طاب ودير كوم وديفيني، صافي غتصيفط البروغرام ديالك وما بقاش يطلع عليك ديك المشكل. اوكي باش ملي تصيفط الا طلع المشكل يقول لك هنايا بانه كاين بروبليم كومونيكاسيون ولا تيليفيرسمون ما بين لا كارت و لورديناتور. هذا كيسيني في هاد البارتي، هذا ما متواصلينش مع بعضياتهم. اوكي دونك هنا من بعد ما شفنا البرينسيپ ديال كيفاش نخدموا على نتيليشارجي وكيفاش نحلوا المشكل تاع البور ديال الدرايفر، دابا نكملوا الكوغ ديالنا وغادي ندوزوا للمرحله الثالثه، وهي كيفيه التعامل مع الليد. شنو هي بعد الليد؟ الليد هي لايت ايميتينغ دايود، دونك كتخدم برينسيپ تاع ديود. اوكي ما غاديش ندخلوا كوتي تكنيك شنو هي الديود هادي، اللي مهم عندنا هو كيفاش هي الليد عندي، كيفاش نخدم بها. اوكي دوز ديريكت كيفاش نخدم بهاد الليد. هاد الليد كيف كتلاحظوا كتختلف الالوان ديالها، اللون احمر ازرق اخضر اصفر ابيض، وشوف عاوتاني تقدر تلقى. بالنسبه لهاد الليد كيتميزوا كتكون عندهم واحد الرجل ساق طويله وواحد الساق قصير. هذا عنده كيكون واحد فيه واحد الدلاله باش كتفهم منها شنو. دوك هنايا كتفهم بانه هذيك الساق الطويله هضره، هذيك الساق الطويله كتعني بانك انت راه خدام في جهه بوزيتيف البلوس، والساق القصيره كتخدم في جهه السالبه الموا. الجهه البلوس كتسمى الانود، والجهه السالبه كتسمى الكاثود. دوك انت ملي تسمع الانود راه كتفهم بانه انت خدام في جهه بوزيتيف، ملي كتسمع الكاثود راه كتفهم بانك خدام في جهه نيجاتيف. بوزيتيف هي الساق الطويله، نيجاتيف هي الساق القصيره. تري بيان. كاين نوع اخر ديال الليد، لايت ايميتين دايود، هذا كيتسمى ار جي بي، كيكون فيه اللون الاخضر و الريد الاحمر الاخضر والازرق، ريد جرين بلو. اوكي وهاد الار جي بي كيكون فيه جوج الانواع، كاين يا اما كيكون فيه كاثود كيتسمى كومن كاثود ولا كومن انود. كيفاش تعرف الفرق بيناتهم وشنو هو بعدا كيفاش البلان تاع هاد الفرق؟ هنا كيقول لك بان هاد كومن كاثود كيقول لك الساق طويله فيهم كتكون نيجاتيف موا، يعني كتبرونشا في لاماس في جي ان دي، وهذاك الاخرين ثلاثه الاخرين ريد جرين بلو ار جي بي اللي صغار منها، هادو كيتبرونشاو في البلوس، كتعطيهم لي بين بحال 13 12 10 ولا شوف انت اللي بغيتي. عكس الانود، العكس الانود كيكون عندك البوزيتيف وهذاك الرجل الطويله كتبرونشيها في شي بين، وهذوك اللي كيكون عندك كيف قلت لكم برينسيپ كيكون مقلوب. الانود كيكون الرجل الطويله هي البلس، واللي ار و جي او بي هما اللي كيكونوا الموا هما السالبين. اوكي كيفاش تعرف الفرق؟ دابا انت عندك ار جي بي، هذاك كيفاش تعرف؟ ما يمكنش ليك تعرف الفرق غير من العين. هنا باش تعرف الفرق خاصك تتصل مع المانيفاكتشر، هذيك الشركه اللي شريتي من عندها، كتسولهم اش من نوع تاع ار جي بي كتكون عندي. والاغلبيه كتكون عندك ار جي بي كاثود. اوكي اغلبيه من تشري بحال دابا ستور ديالنا كنبيعوا ار جي بي كاثود، هي اللي سالف واغلبيه كيستعملها بار ديفو.
دابا ندوزو للمقاومه. دابا المقاومه البرينسيپ ديالها سامبل. مقاومه هي واحد هي اللي كتنقص من الكميه تاع داك الكورون. هذاك الكورون اللي كيتضخ عندنا في السيركوي كتنقص الضغط الامبيراج ديالو. اوكي دونك الفولتاج اللي كتدفع الكورون الكورو كتنقص اعتمادا على الريزيستون باش ما يحرقش ليا داك الكومبونزو بحال ليد. مثلا حنا ليد ديالنا ليد نورمال بحال الحمراء كتقبل ميلي امبير، هي حقاش كيخدم داكشي صغير ميلي امبير، هي 20 ميلي امبير باش تحولها تضربها في 10 اس ناقص 3 باش تعطيك الامبير، يعني الا تخرج لك 0.02 امبير. اوكي ولكن الفولتاج اللي كتقبل كتختلف على حسب كل كولور. هاد الحمراء هادي كتقبل 1.7 1.8 فولت. دونك انايا البطاقه كتاليمونتي البطاقه كامله فيا اليو اس بي، ما كنهضرش على الطاقه الخارجيه، كنهضر غير على الكابل يو اس بي. كتصيفط لك 5 فولت. دونك الا برونشيت مع البيل هاد الحجره مع هذيك 5 فولت غادي تحرك، كاين ريسك كبير بان غادي تحرك. علاش؟ حقاش هي 1.7 راه قليله مقارنه مع 5 فولت. 1.7 راه هو الجهد ديالها. دونك انا اش خاصنا ندير؟ خاصنا ندير ديفيزور. نقص من هذاك الفولتاج، نقص من هذاك الكورو، هذاك الفولتاج اللي كيدوز اعتمادا على هذاك الكورو خاصني نقصو. دونك انا كنجي الخدمه ديالاش ديال هاد الريزيستون. اوكي كتنقص هنا باش ما كتحركش هنا لهداك الكومبوزون الكتريك. دونك ديما حاولوا نطالعوا على فيش تكنيك ديال كل كومبوزون باش نعرفوا كيفاش نبرونشيو. الا كان شي فولتاج 5 فولت عندي نيت جهاز 5 فولت راه ما يوقع حتى مشكل. كان عندي شي جهاز كيطلب بحال مازال 3.3 بحال البلوتوث وانا بغيت اليمونتي ب 5 راه غادي تحرق. خاصني نشوف واش عندي شي بور شي بين تما في 3.3 فعلا كاين. فحال ما عنديش راه خاصني ندير ديفيدور، يعني ندير ريزيستانس باش نقص باش ما تحرقش ليا هذاك الكومبونسون الكترونيك. هنا باش ندير الكالكول كنعتمد على قانون اوم الوادوم، كنعرفو كتقول لك او ايغال ار فوا اي. بالنسبه للانجلي كتسمى في ايغال اي فوا ار، هذيك او كيعبر على في. اوكي حنا اللي غادي نعتمدوا ليه بتحويلات رياضيه هي ار غتساوي ليك في على اي. هنا المقصود بار هو الريزيستانس المقاومه، في هو داك الفولتاج اللي غادي يدوز، بالنسبه للفي هو الديفيرونس الفارق بين اش بين لاليمونطاسيون اللي دايزه اللي بالكارت اللي هي 5 فولت ناقص هذيك الفولتاج التوتر اللي عندي في هذاك الكومبوزو الكتريك اللي بغيتو تاليمونطا اللي هو في هذه الحاله الليد اللي هي 1.7. دونك كنديروا عمليه رياضيه شنو هي 5 ناقص 1.7 تخرج لك هذاك الفولتاج اللي خاصني نعتمد عليه باش نقص اللي هو تكون في هذه الحاله هو 5 ناقص 1.7 هي 3.3. اوكي 3.3 تقسم على اي، اي هي الامبير، الوحده ديالها امبير كتعني الكورون ليتونسيتي التيار. الاي مالوروزمون كتكون ستوندار بالنسبه لليد على اغلب، كتكون 20 ميلي امبير. حنا خاصنا التحويلات يكونوا ستوندار، دونك خاصنا نحولها لامبير. دونك 20 ميلي امبير باش تحولها امبير كيف قلنا 10 اس ناقص 3 غتولي 20 في 10 اس ناقص 3 هي 0.02. دونك ار ايغال 3.3 مقسمه على 0.020 غتعطيك القيمه ديال هذيك الريزيستانس. هذيك الريزيستانس هي اللي غادي تعتمد عليها في البرونشمون في السيركوي ديالك. اوكي باش نديفيزي هذاك تنقص هذاك الكورون اللي غادي توصل كومبوزون الكتريك ديالك. اوكي كنظن الامر راه مفهوم حاليا كيفاش تستعمل هذه المقاومه. تري بيان دونك كيف كتلاحظوا الليد راه عندها على حسب الكولور. بحال ريد الحمراء 1.7 اورانج 2 هي اللي 2.1 الخضر 2.2 البلو 3.2 والوايت 3.2. طبعا ندوزو لاخر مرحله اللي هي كيفاش نتعامل مع البريد بورد. بريد بورد بلاك دي سي. هنا بلاك دي سي كتنقسم جوج الانواع، كاين عندنا الجزء الجانبي والجزء الوسط. الجزء الجانبي كيخدم على البرينسيپ ديال ليلين باش نكون واضحين، كيخدم على البرينسيپ ديال ليلين. كيف كتلاحظوا هنا باللون الاحمر كيخدموا بالبرينسيپ ديال ليلين. دونك اي حاجه برونشيتها في هذا الكوتي هذا هاد لين كامله كتستغل هذاك الجانب. بحال دابا وصل لي مونطاسيون 5 فولت من لاكارت لهاد البطاقه وحطيتها هنا. دونك اي حاجه برونشيتها في هاد الجهه هذا في الجهه البوزيتيف راه غادي تاخذ هذيك 5 فولت. اوكي في حاله الا بغيت ندوز لاماس الجي ان دي برونشيت هنا الموان، اي حاجه برونشيت في هاد الكوتي هادي كامله هاد لين حتى هي كتاخذ ديك لاماس. تري بيان دونك هنا مود سيري كنخدمو مود سيري. بالنسبه للقضيه اللي بغيت نهضر عليها هاد ليسباس اللي كيبان لكم بيض هذا راه ما كتعني بان الكومينيكاسيون ما بين هاد الطرف وهاد الطرف راه ما كايناش. اوكي هاد الكوتي هذا كتقسم على جوج، دونك هاد الكومينيكاسيون هنا ما كايناش. دونك باش نخليهم يتواصلوا مع بعضياتهم خاصني ندوز واحد الكابل ليزو من هنا لهنا. اوكي تري بيان
نفس القضيه لهذا الكوتي راه بحال بحال هذا الكوتي هنا، هذا الجانب هذا نفس التو كيخدم بليلي للوسط كيخدموا اش كيخدموا بلي كولون، يعني لي كولون اسطر عموديه، هادو اسطر افقيه هادو اسطر عموديه. دوك لي كولون كيف كتلاحظوا بالزرق، دوك اي حاجه برونشيتها هنا اون سيري غادي تجي تحت منها. اوكي هاد لي سباس اللي كيبان لكم ابيض راه كيفرق، ما كاينش سيركوي هنا، ما كاينش ليزون. دوك هنايا باش دوز لا شي حاجه من هنا لهنا خاصك تربط ما بين هاد دو بين هادو. اوكي خاصك تربط بيناتهم اش يولاو خدامين كامل. دونك هذا هو البرينسيپ ديال بريد بورد. كنتمنى نكون استفدتوا شويه كتلخيص لما طرأ في الحصه الثانيه.